مشاهدينا مساء الخير وأهلا بكم في جرس الإغلاق من العربية، وهذه أبرز ملفاتنا على مدار هذه الساعة. أعلى مستوى لسوق الأسهم السعودية في 20 شهرا. آلاف الوظائف للسعوديين مع قرار التعاقدات الحكومية بحسب وزير الاستثمار. وأطول فترة مكاسب للأسهم العالمية منذ عام 2003. ومن أوروبا نتابع ثقة الأعمال في ألمانيا خلال يناير أفضل من التوقعات. نبدأ بالخبر الأبرز من السعودية، حيث أعلنت السعودية إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة عالمية لها مقر إقليمي خارج المملكة، وذلك ابتداء من مطلع عام 2024. أشارت السعودية إلى أن استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار. المزيد في هذا التقرير. تتهيأ الحكومة السعودية لإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتباراً من مطلع عام 2024. تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة تنفذ على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب. ويشمل التدبير الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، لكنه لا يشمل القطاع الخاص، بحيث سيظل للشركات الأجنبية الحرية للعمل مع القطاع الخاص بغض النظر عن موقع مكتبها الإقليمي. وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة، في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل ويقل عن 5% حاليا. وأكد الجدعان أن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض، كما أشار إلى أنه سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية العام الجاري. يأتي هذا التوجه أيضا تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد مؤخرا، وتم من خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض. مايا جريديني، العربية. وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أكد على تويتر أن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة سينعكس إيجابا في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين ونقل الخبرات وتوطين المعرفة، كما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة. للمزيد حول هذا الموضوع المهم ينضم إلي مباشرة من الرياض محمد الضبعان، محامي ومستشار قانوني. سيد محمد أهلا بك. دعنا نبدأ بالسؤال البديهي، ماذا يمكن أن نصنف كمكتب إقليمي في المنطقة؟ أولا لا يمكن أن يكون هناك تعريف واضح لمكتب إقليمي، بمعنى أنه تعريف قانوني اتفق عليه الجميع، وأنما وكذلك المنطقة يجب أن يكون هناك
تعريف واضح ما معنى المنطقة، هل هي منطقة الخليج أو منطقة الشرق الأوسط أو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ففي تفاصيل كثيرة، ولكن ما توجه إليه والمنطق يقول أن أي أعمال في منطقة الشرق الأوسط أو الخليج يجب أن تكون من مقار إقليمية مسؤولة، التي تكون مسؤولة عن هذه العمليات أو الأوبريشن. بمعنى أن كل شركة يجب أن يكون مقرها الإقليمي الذي يمارس الصلاحيات ويمارس العلاقة مع المكتب الرئيسي هو داخل المملكة العربية السعودية، لأن ذلك يتفق مع حجم العمليات والبزنس الموجود في المملكة العربية السعودية. وكما سمعنا معالي وزير المالية يذكر أن النسب كانت 5% فقط، وهذا قطعا يعني طلب مشروع ومنطقي في نفس الوقت. طيب، لما احنا بنحكي انه يمكن نصنف المكتب الإقليمي على أساس ممارسات الصلاحيات وليس عدد الموظفين، هذا بيفتح لربما مجال أمام هذه الشركات أنه فقط تعيد صياغة تعريف المكتب. يعني مثلا أعطيك مثل، الآن خلينا نقول أنه في بنك استثماري عنده مكتب بدبي وعنده مكتب بالرياض وعنده مكتب بالدوحة. اللي في دبي في المركز المالي أو DIFC اسمه The Regional Office أو المكتب الإقليمي، المكتب اللي في الرياض أو في الدوحة بيسموه Representative Office. إذن لو قررت الإدارة للشركة الأصل من لندن أو أمريكا أنها تغير فقط المسمى، يعني لهذا السبب لربما الشروط لازم تكون أوضح، يعني يمكن ممارسة الصلاحيات من كذا مكتب. أولا قطعا أن هذا الإجراء أو هذا الإعلان هو initial announcement، معناته أنه مجرد بداية للفكرة نفسها، وذلك حتى تتهيأ الشركات لما ستقوم به. هذا رقم واحد. رقم اثنين، قطعا أن ذلك سيلحقه إجراءات ورولز وقوانين واضحة، والتي توضح وتحدد ماذا يقصد المشرع من هذه الطلبات وكيفية تنفيذها وكيفية التأكد من نفاذها بالشكل الذي يراه المشرع في المملكة العربية السعودية. لا أعتقد أنه سيكون هناك مجال مطلقا لكي تقوم شركات بخلينا ما أقدر أسميه تلاعب، ولكن بالدوران حول القوانين بشكل أو بآخر. أعتقد أن المسألة ستكون واضحة وستكون يعني محددة بشكل لا يقبل مجال للتبديل أو التغيير الواقع إلا كما أراد المشرع السعودي بشكل واضح. اليوم المملكة العربية السعودية بصدد إجراءات عظيمة وتغير كبير من كل النواحي، والاقتصاد هو العمود الفقري لذلك. فوجود الشركة لا يعني أنه وجود صوري، الأصل أن هناك يعني موظفين، الأصل أن هناك قرارات، الأصل أن هناك حركة أموال، الأصل أن هناك عدد من مما سيعود بالنفع على المملكة العربية السعودية وعلى اقتصاد المملكة العربية السعودية وعلى شعب المملكة العربية السعودية. وهذا السبب الرئيس، وهذا الإجراء طبعا ينطبق مع بقية الإجراء التي تتخذها الحكومة يعني الفتية الله يوفقهم بقيادة الأمير محمد بن سلمان الله يمتعه بالصحة والعافية. أستاذ محمد، هل يمكن قانونيا أن يكون لشركة عالمية عدة مكاتب إقليمية بنفس المنطقة؟ لا يوجد ما يمنع نظاما أن يكون هناك مكاتب إقليمية، ولكن نرجع ونقول ما هو التعريف لمكتب إقليمي. صحيح. الطبيعي أن يكون هناك أكثر من مكتب، وهذا طبيعي، ولكن المشرع السعودي يعلم تماما ماذا يريد. وكما ذكر معالي وزير المالية أن نهاية هذا العام سيكون في شروط واضحة وقوانين وخطوات واضحة، والتي ستحقق بإذن الله المرجو والمأمول من هذا القرار بداية.
هل تتوقع سيد محمد أن نرى كم كبير من الشركات تقرر أن تغير من مكاتبها جغرافيا وتختار السعودية لكي تجعل السعودية كمقر لها، كمكتب إقليمي مهم تدير من خلاله المنطقة؟ أولاً يجب أننا نتفق أن المملكة العربية السعودية هي الريل بزنس لكل الشركات. صحيح. المملكة العربية السعودية، وحتى وإن كان هناك مكاتب في أكثر من مكان داخل الخليج أو خارجه، فالبزنس الحقيقي والأعمال الحقيقية هي في المملكة العربية السعودية باعتراف الجميع. صحيح. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بعد وجود ما المملكة العربية السعودية والتطور الذي حدث فيها من كافة الجوانب، أعتقد أنه لا يوجد سبب يمنع الشركات من الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، بل أن كثير من الشركات فعلا انتقلت من بعض الدول إلى المملكة العربية السعودية، وأنا لي علاقات في كثير من الشركات الأجنبية يرون أن الموانع التي كانت يعني قد تكون سبب بشكل أو بآخر لبعض الأفراد وبعض الموظفين من البقاء في المملكة العربية السعودية انتفت هذا اليوم مع التوجه الجديد للمملكة العربية السعودية، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك كم كبير من هذه الشركات ستنقل مقرها إلى المملكة العربية السعودية، خاصة وأن هناك كما يقال العصا والجزرة، وهو أن عدم انتقال المكتب سيمنع من أخذ مشاريع داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي أنا متأكد من أن هذا القرار سينفذ بشكل كبير، وستكون النتيجة بإذن الله لصالح الاقتصاد السعودي. محمد ضبعان محامي ومستشار كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. وإلى جديد نتائج المصارف السعودية، حيث صدرت بعد نهاية إغلاق يوم أمس نتائج بنك الجزيرة. نتحدث هنا عن تراجع حاد في الأرباح الصافية ب 97% خلال عام 2020 مقارنة مع العام الأسبق لتبلغ 33 مليون و 800 ألف ريال. جاءت هذه الأرقام أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين. أرجع البنك انخفاض الأرباح إلى ارتفاع مصاريف العمليات ب 75% بسبب زيادة مخصص خسائر الائتمان إلى جانب ارتفاع المصاريف. خلال الربع الأخير من العام فقد بني بنك الجزيرة بخسائر صافية بلغت 495 مليون ريال. إذن أرقام سلبية رأيناها من بنك الجزيرة، السهم يتراجع بحدود 1.6%. الآن نلقي نظرة تفصيلية لتداولات سوق الأسهم السعودية. المؤشر يرتفع للجلسة التاسعة على التوالي، المؤشر أيضا متماسك فوق مستوى 9100 نقطة، مع الرغم أنه نحن نتحدث عن ارتفاع متواضع لأنه كان في تصحيح في بداية الجلسة، وهذا طبيعي بالطبع بعد ما كنا شفنا 8 جلسات متتالية من الارتفاعات أضفنا فيها أكثر من 500 نقطة. تحدثنا أيضا عن قيم تداولات عالية يوم أمس حوالي 14.5 مليار ريال. الآن قبل قليل كنت بشوف حوالي 12 مليار ريال كتداولات للسوق لحد هذه الساعة. إذا نفصل الأرقام، تصحيح يأتي من البنوك خصوصا من أسهم الراجحية التي شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية، وكان السهم يتداول عند أعلى مستوى له منذ حوالي 14 سنة. قيم التداولات لحتى الساعة حوالي 12.5 مليار ريال. إذن بترابغ بيتداول على ارتفاع، بتروكيم بيتداول عند أعلى سعر منذ إدراجه بال2009. اسمنت ينبع فيها بعض الضغط، نلقي نظرة على باقي الأسهم. اليوم نراقب أيضا الخزف بعد إعلان الشركة عن ارتفاع قوي في الأرباح ل2020، ارتفاع ب 986%. السبب الرئيسي بالطبع إذا كان في الخزف متواجد، خلينا نشوفه على الشاشة، تراجع حاد في المصاريف البيعية وتراجع أيضا في تكاليف التمويل. نبقى دائما في السعودية، حيث ينطلق يوم الأربعاء المقبل تداول أسهم شركة وطني للحديد والصلب في نمو السوق الموازية كإدراج مباشر. سيكون سعر السهم الاسترشادي عند الإدراج 37 ريال، علما أن رأس مال الشركة يبلغ 121 مليون ريال، وبذلك سيرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية إلى 5 شركات. نظرة على مؤشر السوق الموازية اليوم، المؤشر يقفز ب 7.5%. We'll be right back.
أعلنت إنفست كورب عن استحواذ أحد الشركات التابعة على محفظة من 13 عقار صناعي متعدد الإيجارات في جنوب ويلز. تأتي عملية الاستحواذ هذه استمرار لاستراتيجية إنفست كورب بالاستثمار في العقارات الصناعية، وهذا يعتبر أول استثمار عقاري لها في سوق ويلز. الجدير بالذكر أن عملية الاستثمار العقاري هي 11 لشركة إنفست كورب في المملكة المتحدة منذ إطلاقها لأعمالها العقارية الأوروبية عام 2017. للمزيد حول هذه الصفقة الاستثمارية لدى إنفست كورب تنضم إلي مباشرة من المنامة خلود إبراهيم، وهي المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى إنفست كورب. خلود، أهلا بك. سؤال الأول، لماذا ويلز؟ شكرا فاطمة على الاستضافة. طبعا للتطرق إلى محفظة الاستحواذ على محفظة ويلز، يجب أن نرجع قليلا إلى الوراء، حيث أطلقت إنفست كورب استراتيجية النمو والتوسع في عام 2015، حيث بدأت بقيمة أصول مدارة حوالي 10 مليارات دولار، والتي نمت بتقريبا لتبلغ أكثر من 3 أضعاف إلى حوالي 35 مليار دولار في وقتنا الحالي. من ضمن هذه الاستراتيجية كان التوسع في المناطق الجغرافية والأسواق التي نستثمر فيها. ففي القطاع العقاري كنا نستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية، وقررنا الدخول في السوق الأوروبي في حوالي عام 2017. صحيح. منذ ذلك الحين قمنا بتوظيف أكثر من 800 مليون يورو في محفظتنا العقارية هناك، وبشكل كبير كان التركيز على العقارات الصناعية في المملكة المتحدة، وبالتالي يكون الاستحواذ على محفظة ويلز امتداد لهذه الاستراتيجية لنا في إنفست كورب. ولكن أين رأيتم القيمة المضافة في التوسع بمحفظتكم الاستثمارية بويلز؟ طبعاً المملكة المتحدة بشكل عام وويلز، حيث اقتصاد ويلز يكون من أهم الاقتصادات الموجود في الدولة، في القطاع الصناعي بالذات يوجد الكثير من الطلب على قطاع العقارات الصناعية والمستودعات والمخازن، وبالأحرى تم زيادة الطلب على هذا النوع من العقارات في الفترة الأخيرة بسبب ازدهار التجارة الإلكترونية، خصوصا في فترة كوفيد-19 التي شهدها العالم في العام الماضي، وبالتالي فهناك عرض كبير جدا على هذا النوع من العقارات، ومحدودية الطلب توفر لنا فرصة لخلق قيمة مضافة لمستثمرينا. خلود، أود أن أسألك عن التوقيت أو تايمين لأخذ خطوة مثل هذه الاستثمارية في بريطانيا أو ويلز. بريطانيا الآن تشهد تغيرات كبيرة على المستوى الاقتصادي، بريكزيت على الأجندة، هذا سوف يغير لربما من ديناميكيات الاستثمار في بريطانيا خلال الفترة القادمة، عندنا أيضا كورونا، عندنا أيضا التداعيات الاقتصادية لكورونا وغيرها، وبالتالي لماذا هذا التوقيت بالذات؟ هل أنتم متفائلون أن المستقبل هو في هذا الإطار المتخصص بالعقار وبالتحديد في ويلز؟ طبعا احنا بدأنا استثماراتنا في المملكة المتحدة منذ عام 2017 كما ذكرت سابقا، وكانت المملكة المتحدة تمر بمرحلة بريكزيت منذ ذلك الحين، وكان هناك الكثير من التقلبات، ولكن داومنا على هذه الاستثمارات ووفرنا فرص استثمارية لعملائنا، وبالأحرى قمنا حتى بالتخارج من بعض هذه العقارات بشكل ناجح في الفترة الأخيرة، حيث قمنا ببيع بعض هذه العقارات في شهر أكتوبر من السنة الفائتة. نحن نؤمن في هذه الاستراتيجية وفي هذا القطاع في المملكة المتحدة، وطبعاً من ضمن استراتيجيتنا هي التركيز على العقارات المشغولة من قبل مستأجرين محليين لا يتأثر عملهم بالبريكزيت. نعم. خلود، ذكرتي أرقام ضخمة بداية المقابلة، أنه بال2015 أطلقتم استراتيجية النمو والتوسع، كانت حجم المحفظة آنذاك 10 مليار، ارتفعت 3 مرات 3 تايمز لتصير 35 مليار دولار بالوقت هذا. دعينا بالصورة
نظرة إنفست كورب استثمارية للأوتلوك، الإنفستمنت أوتلوك للشركة الآن، هل هو كله عقاري أو معظمه عقاري؟ لأنه كل الإعلانات اللي شفناها خلال الأربع أو خمس سنوات الماضية مركزة على العقار بشكل رئيسي. طبعاً إنفست كورب من ضمن استراتيجيتها للنمو هو التوسع في نوع العقارات أو الاستثمارات التي توفرها لعملائها، من ضمن هذا طبعاً الاستثمارات العقارية كما ذكرت، ولكن أيضاً هناك استثمارات بديلة كبيرة نوفرها لمستثمرين مثل الشركات الخاصة، إدارة الائتمان وغيرها. فهناك العديد من الاستثمارات التي نحاول توفيرها للتوزيع والتنويع لعملائها. خلود إبراهيم، المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى إنفست كورب، شكرا جزيلا لك. نأخذ فاصل قصير نتابع بعده في جرس الإغلاق. دبي تتيح لرواد الأعمال سداد رسوم التراخيص بالعملات المشفرة. جمعت نوا كابيتال إحدى شركات رأس المال المغامر الخليجي التي تأسست قبل عام، جمعت 75 مليون دولار خلال جولة تمويل أولى لصندوقها نوا فنتشرز فند 1. أوضحت الشركة أن معظم ما جمعته جاء من الشركات العائلية السعودية والمجموعات الكبرى مثل مجموعة الفيصلية. هذا وتهدف الشركة التي لديها مقر في دبي والرياض لاستثمار هذه الأموال في شركات ناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتستهدف رفع ما جمعته إلى 100 مليون دولار هذا العام. كما تستهدف نوا كابيتال المجالات التي تشمل البرمجيات كخدمة ومقدمي التقنيات للصناعات التقليدية مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية. للمرة الأولى بات بإمكان رواد الأعمال في دبي استخدام العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين لسداد رسوم الرخص التجارية والتأشيرات، بعد أن أعلنت شركة كيكلاب الحكومية البدء بقبول العملات الرقمية خيارا لسداد. شركة كيكلاب تشارك في ملكيتها كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ومهمتها توفير الخدمات الحكومية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الدولية العامة بالطبع العاملة في الإمارة. وستشمل خيارات الدفع عملات بيتكوين وإثيريوم وتيثر، فيما سيكون تسجيل الشركات الجديدة ممكن بشكل افتراضي بالكامل وعن بعد باستخدام الهاتف الذكي فقط. وفي نتائج الشركات الخليجية، تضاعفت الأرباح الفصلية لمجموعة جي اف اتش ب 15 مرة لتصل إلى 22 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق. عزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى تضمين الربع الأخير من العام 2019 على مخصصات للمصرف الخليجي التجاري. تضمنت أرباح الربع الرابع أرباح غير متكررة بقيمة 20 مليون دولار. أوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.87% وأسهم منها بنسبة 2.74% عن العام الماضي. جي اف اتش، نلقي نظرة عليك إغلاق اليوم بسوق دبي. السهم تفاعل إيجابا، أضاف حوالي 1%. نذكركم بأرقام إغلاق الأسواق الإماراتية لهذه الجلسة متباينة. دبي تحت الضغط، مجموعة كبيرة من الشركات بالطبع أعلنت عن نتائج أعمالها لعام 2020. وفي الكويت، عين بنك الكويت الوطني مجموعة من البنوك لترتيب إصدار لسندات مقومة بالدولار لتعزيز رأس المال الإضافة من المستوى الأول. أظهرت وثيقة تعيين البنك لكل من سيتي، اتش اس بي سي، جي بي مورغان، ان بي كي كابيتال، بالإضافة إلى ستاندرد تشارتد ويو بي اس لترتيب اتصالات مع المستثمرين ابتداء من اليوم. يتبعها الإصدار حسب ظروف السوق، وذلك لسندات دائمة لن تخضع للاستدعاء لمدة 6 سنوات. أسهم الكويت، إذن بنك الكويت الوطني اليوم بالكاد تحدثنا عن تراجعات بقيت أفقية. نذكركم أيضا بأرقام إغلاق سوق الكويت في جلسة اليوم. المؤشرات كان عليها ارتفاع خصوصا على الشركات القيادية. المؤشر الأول أضاف 0.6%.
وفي قطاع الاستثمار توقع مارك رامعزار الرئيس التنفيذي لدى جولدن فالكن أكيزيشن كوربوريشن في مقابلة سابقة مع العربية أن ترتفع وتيرة أعداد شركات السباك في العالم وبشكل خاص في المنطقة، حيث تم تنفيذ 160 عملية استحواذ في الولايات المتحدة منذ بداية العام. إن أول سباك انعملت بأمريكا بهدف إنه تندمج مع شركة أوروبية أو من الشرق الأوسط بالتكنولوجيا، يعني وصلت هالموجة اللي عنا ورح تكمل ورح توصل على آسيا. في كذا سباك نفذوا بأمريكا كمان بهدف إنه يندمجوا مع شركات بآسيا بأوروبا، يعني عم يبلشوا يصيروا واحدة ورا الثانية. بس طبعاً أمريكا بعدها أكبر سوق، 250 سباك نفذوا في أمريكا السنة الماضية، 140 السنة الحالية، يعني أول 6 جماع، يعني أكثر من نص كل السنة الماضية بشهر ونص. طبعاً راح تكمل وراح توصل على كل المناطق. بس في التركيبة اللي موجودة بأمريكا هي ممتازة، إذا بدك التركيبة التقليدية تبع السباك بأوروبا عايزة تحسين، وعم يشتغل لندن ستوك اكشينج على تحسينها، لأنه السنة الماضية كان في صفر سباك على لندن ستوك اكشينج بينما انعمل 250 بأمريكا. يعني أوروبا عايزة تحسن التركيبة تبع السباك وتعمل ريفورم إذا بتحبي بالموضوع. بس هيدا ما بيمنع إنه ننفذ سباك على السوق الأمريكية وندمج مع شركة بأوروبا أو الشرق الأوسط، مش ضروري تنعمل سباك بالمنطقة نفسها تقدر تدمج بشركة بنفس المنطقة. مشاهدينا اهلا بكم مجددا الى جرس الاغلاق. خام برنت يسجل مستويات مرتفعه جديده بعد ان اغلق يوم امس عند اعلى مستوى منذ 13 شهرا، وسط تعطل الامدادات في تكساس واغلاق بعض اكبر مصافي التكرير في البلاد نتيجه الطقس البارد والظروف الجويه القاسيه. ادى الطقس المتجمد الى شل نظام الطاقه في تكساس وتوقف انتاج اكثر من مليون برميل نفط يوميا، الى جانب انقطاع التيار الكهربائي على اكثر من 5 ملايين شخص في ولايات أخرى. كيف هي حال أسواق النفط؟ وما هي النظرة التي تسود بين المتداولين على الخام الأسود؟ التفاؤل بتعافي الطلب مع تسريع وتيرة عمليات تلقيح كوفيد-19 حول العالم، والذي يقابله كبح المعروض من أوبك بلس لتحقيق التوازن وتجنب الانخفاض المفاجئ للأسعار. عوامل دفعت بخامي برنت وتكساس إلى تعميق منحنى الأسعار الذي يظهر أن أسعار العقود الحالية أعلى من مستوى العقود المستقبلية، والذي يطلق عليه مصطلح backwardation، بما يحث المتداولين على السحب من المخزونات والبيع الفوري لها والتحول من العقود طويلة الأجل إلى العقود الآنية. ومع تسجيل أسعار خام برنت أعلى مستوى لها خلال 13 شهراً بالقرب من 64 دولاراً للبرميل، كان مستوى الميل للتراجع backwardation منذ أواخر يناير 2020 هو الأعمق مقارنة بالفترة المماثلة من العام الحالي، مما شجع المستثمرين على الإبقاء على مراكز كبيرة للعقود الآجلة للنفط وحملها للشهر المقبل، وهو ما سجلته العقود الآجلة لخام تكساس أيضاً. وتشير بيانات وكالة الطاقة
إلى أن السحب من المخزونات العالمية تسارع من 1,560,000 برميل يومياً في الربع الثالث من العام الماضي إلى 2,240,000 برميل يومياً في الربع الأخير من 2020. ويترقب المتداولون انتهاء الخفض الطوعي للسعودية بأواخر مارس والقرارات المستقبلية لأوبك بلس لمعرفة المراكز التي سيتم اعتمادها، فالبيانات الحالية تظهر توازناً بين العرض والطلب. حركة لا زالت مستمرة إيجابية على أسعار النفط، نلقي نظرة عليها إذن في هذه اللحظات بعد تباين تصحيح لبرنت بعض الشيء، بينما نايمكس الآن يعاود الاقتراب من مستوى $60. الأسواق الأوروبية نلقي نظرة عليها تسجل ارتفاعات جيدة، الآن الصورة بدأت تتغير ربما عندها صلة بأرقام الجي دي بي لمنطقة اليوروزون اللي تراجعت على مستوى الفصلي وأيضا المستوى السنوي. على مستوى العملات الرئيسية الاسترليني يتداول عند أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، كنا رأيناه قبل قليل عند 1.40، الآن هو عند 1.3960 تقريبا. استرليني بيرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2.5 سنين. للمزيد حول ما يجري بالأسواق العالمية تنضم إلي من لندن زميلتي كارينا كامل. كارينا أهلا بك، الصورة تبقى إيجابية، أوروبا بدأت تعكس الاتجاه بعد بداية كانت قوية الصباح هذا اليوم، دعينا بصورة. هذا صحيح فاطمة، يعني خليط من البيانات، ربما إن كانت سلبية الآن هي تعطينا مؤشر أنه في إيجابية قادمة. أتحدث هنا عن الأرقام الصادرة بشأن مؤشر الزد إي دبليو، القراءة جاءت أفضل من كل التوقعات 71.2 خلال فبراير، أفضل من يناير، ويناير كان فيه تحسن كبير غير متوقع، الأمال كانت أنه أو التوقعات كانت على أنه يكون أضعف من يناير، ولكن فبراير كان في قوة واضحة جدا. ماذا قالت لنا مؤسسة الزد إي دبليو؟ قالت أنه هناك تفاؤل في الأسواق بشأن المستقبل تحديدا في ألمانيا، وأنه الاقتصاد سيعود إلى النمو خلال 6 أشهر القادمة، مدعوم بطفرة كبيرة في معدلات الاستهلاك، لأنه هناك طبعا توقف تقريبا تام في حالات الاستهلاك، متاجر مغلقة وما إلى ذلك، حالة الإغلاق تم تمديدها كذلك في ألمانيا، ولكن التوقعات بحسب مسح الزد إي دبليو أنه عندما تعود البلاد للعمل أعتقد 7 مارس هو آخر كلام سمعناه من الحكومة، سيكون هناك ربما مومنتم كبير جدا وزخم كبير بعد هذه الفترة، وهذا هو ربما ما دفع الإيجابية في مؤشر الزد إي دبليو. زد إي دبليو لمنطقة اليورو ككل 69.6 مرة ثانية، أيضا أفضل من المتوقع وأفضل من القراءة السابقة. العنصر الوحيد السلبي صدر من الزد إي دبليو كان الكورنت سيتويشن، لا مفاجأة أنه الوضع الحالي سلبي، ولكن ربما المستقبل سيكون أفضل. على صعيد بيانات النمو أيضا هنا كان في سلبية، ولكن طبعا هذه بيانات تراجعيه، يعني نتحدث عن lagging indicator، انكماش ب 0.6% في الربع الاخير من السنه الماضيه على مستوى فصلي و 5% على مستوى سنوي، يعني نقارن الربع الاخير من السنه الماضيه بالربع الاخير من 2019، ولكن معدلات الانكماش لم تكن بالدرجه السيئه التي كنا نتوقعها، فتحسن نسبي. كل هذا اعطانا نوع من الايجابيه والتفاؤل في الاسواق وتحسن في شهيات أخذ المخاطر. كارينا، استليني يحلق خلال جلسة اليوم، وهناك تفاؤل كبير بكيف تمشي الأمور على الأرض ببريطانيا، تصريحات بوريس جونسون أيضا متفائلة، العودة سوف تبدأ تدريجيا والكل ينتظر تفاصيل. يعني ربما قد نقول أن الوضع في بريطانيا مزدوج، من ناحية لدينا إنجازات كبيرة جدا ونجاح في برنامج التلقيح، 23% تقريبا من إجمالي تعداد السكاني تم تلقيحه هنا في المملكة المتحدة، يعني بلاد قليلة ربما حققت هذه الأرقام مثل الإمارات وبلدان أخرى، ولكن في نفس الوقت أولا البيانات سلبية جدا بشأن الحالة الاقتصادية، ولكن أيضا لا يوجد أي مؤشر أنه نحن سنخرج من حالة الإغلاق الحالية في وقت قريب. رغم ذلك إيجابية على جناح الاستليني على خلفية تحسن شهيات أخذ المخاطر، لأنه هو يعتبر عملة عالية المخاطر، ولكن من ناحية ثانية أيضا أسهم السفر والسياحة، وهذا ملفت جدا، منذ يوم أمس مرتفعة بقوة وتواصل الارتفاع، يعني رولز رويس اليوم، IAG المالكة لبريتش إيرويز، هل تعرف هذه الشركات أمرا لا يعرفه الآخرون عن ربما قرب موعد انتهاء كل هذه القيود، سواء كان على سفر أو الحالة الاقتصادية داخليا. وأخيرا طبعا أسهم النفط كذلك ترتفع، شركات النفط مثل بي بي وتوتال على خلفية الارتفاعات القوية التي شهدناها. نعم. على أسعار النفط. كارينا، الناس ملت وعاوزة تسافر، فيمكن على هذا الأساس بنشوف ارتفاع على هذه الأسهم. هذا صحيح. كارينا كامل من لندن، شكرا جزيلا لك.
ويبدو أن موسم سباق التحول إلى السيارات الكهربائية قد بدأ يشتعل مرة أخرى مدعوما من الزخم والاستثمارات التي تنهال على تسلا، إضافة إلى التشريعات الأكثر صرامة بشأن الانبعاث الكربوني. آخر المنضمون إلى هذا السباق جاكوار لاند روفر، التي أعلنت يوم أمس عن خططها لجعل سيارات جاكوار الفاخرة كهربائية بالكامل اعتبارا من عام 2025. المزيد مع الزميلة سمر الماشطة. أهلا بكم. جاكوار لاند روفر المملوكة من قبل تاتا موتورز الهندية تنوي استثمار 3.5 مليار دولار سنويا في التحول للسيارات الكهربائية وما يتعلق بها من تكنولوجيا، وتخطط لإدخال 6 أنواع مختلفة من سيارات لاند روفر كهربائية بالكامل في السنوات 5 المقبلة. وبحلول نهاية العقد الحالي تهدف الشركة إلى جعل 100% من مبيعات جاكوار كهربائية بالكامل، إلى جانب 60% من مبيعات لاند روفر. وتعتزم الشركة التخلص التدريجي من محركات الديزل بحلول عام 2026. نلقي نظرة على حركة سهم تاتا موتورز الذي شهد ارتفاعات بنحو 96% خلال 12 شهرا، في الوقت الذي شهدت فيه أسهم تسلا ارتفاعا بأكثر من 430%. مجموعة فوكس واجن كشفت مؤخرا عن أودي إيترون جي تي، التي من المفترض أن تنافس سيارات مثل تسلا موديل إس وكذلك بورشا تايكان. تتوقع أودي أن تشكل الولايات المتحدة أكبر سوق لسياراتها الكوبي الكهربائية الجديدة ذات الأبواب الأربعة بنحو 50%. كما وقعت شركة فوكس واجن أمس اتفاقية للتعاون مع مايكروسوفت في عدد من مبادرات السيارات ذاتية القيادة. نلقي نظرة على سهم فوكس واجن انخفض بنحو 5% على مدار عام. مرسيدس بنز أول صانع سيارات ألماني يكشف بوضوح عن أهداف الربحية، إذا أعلنت ديملر المالكة لعلامة مرسيدس بنز الأسبوع الماضي أن الشركة ستجني أرباحا من سياراتها الكهربائية مساوية لتلك التي تحصل عليها من محركات الاحتراق العادية بنهاية هذا العقد. كما أعلنت الشركة بداية فبراير بأنها ستفصل ذراع صناعة السيارات عن وحدة صناعة الشاحنات، وستسلم غالبية كبيرة من الأسهم في أعمالها التي تصنع الشاحنات والحافلات لمساهمي الشركة بحلول نهاية العام الحالي. كما تخطط لجعل مرسيدس بنز تركز في المستقبل على تطوير السيارات الكهربائية الفاخرة، ما أدى إلى مكاسب يومية لأسهم ديملر بنحو 9% في فرانكفورت عقب التصريحات. شهدت أسهم ديملر المالكة لمرسيدس بنز ارتفاعاً ب 51% خلال سنة. قد يعد سهم تسلا ونيو ولي أوتو الصينيتين مؤشرا على أن المستثمرين متفائلون للغاية بشأن مستقبل السيارات الكهربائية، فقد ارتفع سهم لي أوتو ب 100% منذ إدراجها نهاية يوليو من العام الماضي، وارتفع سهم نيو ب 1400% خلال سنة. فهل ستتمكن شركات السيارات الفاخرة من جذب المستثمرين إليها بعد إعلاناتها عن زيادة وتيرة خطط تصنيع سيارات كهربائية، وتتمكن من اللحاق بتسلا ونيو ولي أوتو، أم قد فات الأوان؟ فيما يلي المزيد من تصريحات وخطط مصنعي السيارات حول إنتاج السيارات الكهربائية.
مشاهدينا دعونا نذكركم بأرقام إغلاق الأسواق الآسيوية صباح هذا اليوم. بهذه الإغلاقات نحن نتحدث عن تسجيل الأسواق الآسيوية أطول سلسلة مكاسب يومية منذ 2003 والنيكاي عند 30,000 نقطة، صورة إيجابية جدا. التفاصيل. للمزيد حول حفلة الارتفاعات الكبيرة في أسواق الأسهم العالمية المستمرة تنضم إلي مباشرة من الرياض ريم أسعد كاتبة اقتصادية. ريم أهلا بك. سؤالي الأول حيكون هو السؤال البديهي اللي تكرر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بابل ولا مش بابل، فقاعة أو مش فقاعة، والسوق لازال مستمر في الارتفاعات، أود أن أسمع رأيك. على السريع، الفقاعة لها مراحل، فكلمة فقاعة ليست هي انتقال من حال لا فقاعة إلى فقاعة مباشرة، بل تمر وفقا للمؤرخ كيندل بيرجر 5 مراحل، ولكن أنا أعتقد أن نحن في المرحلة الثانية اللي هي الإكزوبرنس، الماركت إكزوبرنس اللي هو التفاؤل الجماعي في الأسواق. هل في قطاعات؟ أنا أعتقد أنه هناك فقاعات قطاعية، في قطاعات وصلت لمرحلة الفقاعة أو ما قبلها بقليل مثل التقنية والاتصالات، لكن الفرق هنا أنه هي مواصلة في الارتفاع. إذا ما تحدثنا أنه نحن في المرحلة الثانية من هالسلسلة من الفقاعات، يعني إحنا قدامنا الكثير المزيد من الارتفاعات على حسب فهمتك صح؟ نعم، هي 5 مراحل بما فيها الهبوط التام والوصول إلى مرحلة ريسيشن، فهي مراحل التفاؤل 3 مراحل، يليها مراحل التراجع ثم الانحدار. فنحن في المرحلة الثانية على تقديري أنا. نعم. المرحلة هذه تتميز بالدخول الجماعي في الأسواق، تناقل الأخبار بين عامة وعوام المساهمين والمستثمرين، وأنا أعتقد لا أسميهم مستثمرين ولكنهم أشخاص مدفوعين يعني مرحلة أو عاطفة الطمع في جني بعض الأرباح. بعضهم لا يفهم أي شيء في الأسواق، وكما حدث ما شفنا في المنصات حقت التداول التي تقدم خدمات أو الترانزاكشنز بشكل مجاني أو شبه مجاني مثل ما حدث في روبن هود وغيرها، صار في زيادة في أعداد المساهمين أو المستثمرين في شريحة الريتيل بمقدار 15 إلى 20% زيادة عن العام الماضي. فأصبح الآن هذه الشريحة تشكل ما يقارب 20 إلى 25% من متوسط التداولات اليومي في الماركت في الأمريكية. إذن تغير نوع المستثمر في الأسواق الأمريكية. هنا أتذكر قصة بتذكرها بشكل واضح قبل الأزمة المالية العالمية، أحد المصرفين بنيويورك نزل لكي يقوم بتلميع حذائه عند الشخص اللي دايما متعود أنه يقوم بذلك معه، وتحدث هذا الشخص على أنه مشتري السهم الفلاني والفلاني. الرجل لما سمع هذه الجمل مباشرة ذهب وغير من مراكز الاستثمارية وتخارج بشكل كبير وبدأت الأزمة المالية. هنا أعودك بالسؤال، النوع من المستثمرين الآن موجود بول ستريت مختلف تماما عن المستثمر المؤسساتي أو الانستيتيوشنال انفسترز اللي بيعتمد على الاناليسز والفاندامنتلز. هذا شخص مختلف، لا يمكن أماتور، لا نوع من حدنا. هو ما نقدر نقول أنه صار فيه تغير جذري، ولكن أصبحت حصة السوق يزداد فيها شريحة المتعاملين من الأفراد أو التجزئة، بينما كان يسيطر عليها فيما سبق الصناديق، ولا زالت الصناديق، الحكومات، صناديق التحوط وما إلى ذلك، ولكن دخل جمهور المستثمرين من شريحة التجزئة. ليش؟ بفعل التقنية. قبل كده ما كنا نقدر نتداول من الجوال، الآن ممكن. ما كنا نقدر نتداول بنفس السرعة تقريبا مثل الصناديق وغيرها،
فأصبح المستثمر من شرائح التجزئة عنده أدفانتج أو عنده صلاحية لدخول هذه الأسواق وبشكل شبه مجاني غير مكلف. ففي عندنا شيفت صاير، في تغيرات ديموغرافية إذا يعني سمح لي القول إنه صاير في تغير في شكل متعاملين الماركت. ريم، عندنا دقيقة ونص، المستثمر السعودي أين يقف في هذه الحفلة والأفاق والارتفاعات اللي جالسة تصير بالأسواق العالمية؟ هو مهتم من فترة بس الآن أين يقف؟ المستثمر السعودي من جملة المستثمرين اللي دخلوا في هذه الحفلة على كلامك. أصبح كثير من التساؤلات تصلني وفي السوشيال ميديا تتداول. منصة كلوب هاوس الآن تعد بالمحللين الذين يحللون وضع الماركت الآن، كثير وبأعداد متزايدة من المساهمين السعوديين الراغبين في نيل حصة من هذه الكعكة والدخول في الأسواق الأمريكية وربما غيرها من الأسواق الناشئة وما إلى ذلك، بفضل التقنية وبفضل سماع الأخبار اللي أنا أعتقد أنه هي ماركت نويز أو ضجيج الأسواق. على كل، ريم أسعد كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جرس الإغلاق. عن الكثير بالطبع من التقارير يمكن أن ترجعوا إليها على حسابنا بتويتر العربية _BN، وأيضا زوروا موقعنا على الإنترنت العربية.net/الأسواق. شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.